أوافي. يلا على الحفر. أول شي بنعمله مشي للركتات. هذا الباب. أنا مخبى رفش هون. شو لقيته؟ هاي الرفش. هاي العملية صرنا عاملينها السنة شي 5 مرات. أكيد ما في جليد وسقع تلج بضل ملزق ببعضه. خلصنا حفر. صار فينا نفوت على البيت. كل ما تتلج الدنيا نعمل هالإكزرسيس هيدا. شكرا.